ناور بوصوفيه لازالت عنده الكره، يلعبها قصيره مع عبد الله حيموت، عبد الله مع هشام بوصوفيان، نقلات وتمريرات ولمسات، رجعت الكره لحارس المرمى، استلام عن طريق ويليامز، نقله في تدفع عادل رمزي مع الدقائق الأخيرة، أمل كبير في معاينة كرة ثالثة في شباك مرمى الحارس ويليامز. يحيى عطية الله، يلا يحيى، يلا مزيد من العطايا، عطية الله، يحيى يرفع كرة راسية ولكن مرت سامبو مررة، هي 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 يا سامبو يا سامبو يا الهوني، حمد الهوني ماذا سيفعل؟ حمد العرضية من يتابع، فقد دفاعات السانتانس، حذاري من مرتدات ماميلودي، حذاري من انطلاقات ماميلودي، أمنها أمنها، قطع يا أمين، حركاز في التغطية، حركاز خلف الأمين، مرة أخرى رجعت إلى سيرينو، هنا نقلات على مشارف في منطقة الجزاء، في لقطة يظهر فيها خطيرا الماميلودي سانتانس والمطيع بعد ذلك. يحيى مر، يحيى عبر بيد الكرة، بوطويل هو الأقرب، يقطع بالرأس، نقلة في منتصف الميدان، هل كان من الممكن يا يحيى أن تمرر لزميلك في الجهة اليسرى؟ الهوني لازالت عند الليبي، الهوني ماذا سيفعل؟ يتريث لأنه لم يجد لعبه في أو زميله في وضعية أفضل، بالتالي فضل أنه يهدأ، فضل أنه يهدأ، يعني كل شيء تغير بعد هدف سرغات هذه. هذه لو دخلت، مينو يبحث عن المرور، هذه خطيرة، العمرودي للركنية، في الركنية الآن صعود مجموعة من اللاعبين، شوف السانداونز كيف يندفع، شوف السانداونز لا يكتفي بالاثنين واحد، لا يكتفي بالاثنين واحد، ترفع هذه الكرة مقوصة سامبو، سامبو لوني بعد ذلك، الكرة ترجع لعناصر السانداونز مجددا. لا يجب أن تبقى الكرة كثيرا في مناطق الوداد، العملود يعمل التغطية اللازمة لكن فقط أعادها لعناصر السانداونز، ليضغط عبد المنعم، بوطويل 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 وأمين، دير بالك يا أمين، الماضية أمين، المتابعة بهذه الصورة والتسديدة باليمنى لكن مرت جانبا، مرت دفاعة الوداد الرياضي، ميمورش 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 في هذه الكرة، الدراوي يقطعها، الدراوي لأنس سرغات، وصلت وصلت الى وناجم، اللمسه التحضير والانطلاق والانسلال، انا سرغات ممتاز، سرغات يحتفل بالكره، سرغات يحط كره ممتازه، الهوني الهوني حرام عليك حرام عليك، داونس اماميه وهذه صعبه، طلع جبران عمليه التغطيه، نعم جبران يبقى قريب من الثنائي جمال حبيب، يحيى 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 وكاد يخسرها، المطيع 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 المطيع، غير معقول يا المطيع في هذه الوضعية، المطيع رد بالك يا المطيع، لا نريد انطلاقة من الجهة اليمنى، محاولة المرور، ضاعت هذه الكرة لا وجود لخطأ، مباراة تحتاج إلى قوة بدنية رهيبة، إلى قوة ذهنية رهيبة، وهذه عند الفريقين معا، كرة وصلت على الجهة اليسرى، الثواني الأخيرة، هل تمر بسلام؟ هل تمر بسلام؟ هنا يطلع حركاز ممتاز، أناجم يا أناجم، رجعت للسانتانس يا أناجم، هنا تسديدة ولكن منح هدفا ثانيا للوداد الرياضي في لقطة يعني كانت مرعبة بصراحة.